الأسبوع الماضي في جزيرة الكنز اكتشفتوا فريق ديال فاطم العياشي وطريق البخاري اللي داروا كل ما في جهدهم باش يوصلوا للكنز. هاد القهوة اللي كنت كنشرب هاد الليلة تحديات جداد أراضيك الليلة أخرى ومن جديد غادي تشاهدوا مغامرات مختلفة على اللي شفتوها من قبل. جزيرة الكنز غادي يحتلها فريق جديد، فريق متميز العناصر ديالو كلها نجوم. البودكاستور مول بلاك موسيبا خالد شريف، المغني بطل إكس فاكتور واللي كيشارك المرة الثانية محمد الريفي، مشاركة ثانية كذلك الفنان غاني. غادي يكون معاهم كذلك نجم الكوميديا المراكشي عبد الله فركوس بالإضافة للنجم طارق بخاري. مجموعين غادي يواجهوا تحديات وصعوبات كبيرة باش يعاونوا جمعية العالم الصغير. واش غادي تغلبوا على الارتباك ديالهم قدام هذه الاختبارات الخطيرة؟ فيليندرا توب كرونو. ما بين العاطفة توتر استياء الخوف تعاون وتحدي الذات، غادي تعيشوا التشويق من الاول حتى الاخر مع النجوم ديال هذه الحلقه من جزيره الكنز. واش في نظركم غادي ينجحوا في هذا التحدي ويوصلوا لقاعه الكنز؟ غادي تعرفوا كل شيء هذه الليله على دوزيم.